أهلا بكم على قناة أحدث صيحات الموضة والنصائح والأفكار الجيدة في الموضة أربي فاشن موديل. ونقدم لكم أفكار ونصائح جيدة في الموضة مع موديلات مناسبة للمقاسات الكبيرة للمساعدة على الحصول على إطلالة مناسبة وأنيقة. نقوش الزهور في التنانير، ومثل ما تظهر نقوش الزهور للبنطلونات فهي تتواجد أيضا في التنانير، حيث يمكنك تنسيقها بعدة طرق، إما بارتداء ثوب أو بلوفر سادة خالي من النقوش برفقتها. أو تنسيقها مع تيشيرت مطبوع وجاكيت من الجلد أو الجينز، ففي كل مرة ستحصلين على مظهر مختلف عندما تغيرين طريقة تنسيقها.